رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب، ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. الله علينا بين كل العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن على مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. وأصلي وأسلم على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحلقتنا اليوم من الصفحة 58 بعد 158 من المصحف الشريف حسب طباعة المدينة النبوية على ساكن أزكى صلاة وسلام، وهي من الآية 58 من سورة الأعراف، الآية 58 من سورة الأعراف. وكما تعودنا نعرف العلاقة الفروق التي بين الروايتين في هذه الصفحة، طبعا كلها من خلال تصفحي لها، من خلال كلها من أصول القراءة، كلها من الأصول. لقد أرسلنا نوحا إلى، هذا النقل، إني أخاف، انتبهوا لفتح الياء قبل الهمزة المفتوحة، ما لكم من إله غيره، ترقيق الراء. أيضا أوعجبتم أن جاءكم، انتبهوا لصلة الميم مع المد المشبع، ذكر من ربكم، ترقيق الراء. عاد أخاهم هودا، أيضا هنا نفس الشيء، من إله غيره، كلها إنا لنريك في سفاهة، هنا طبعا ذات راء، وذات الراء يا أخواني أرجو أن ننتبه أنها فيها التقليل قولا واحدا عند ورش. هناك فرق بين ذات الراء وذات الياء، ذات الياء إذا وسطنا البدل، إذا وسطنا البدل فإن لنا فيها التقليل، وإذا قصرنا البدل لنا فيها الفتح. أما ذات الراء فلنا فيها في كلا الحالتين ترقيق الراء، ذات الراء ليس فيها يعني وجهان عند ورش، هي ذات الراء ترقق لنريك، ذات الراء معناته الألف جاءت بعدها راء، الرائية هنا الكلمة رائية، نرى أو الراء قبل الألف المقصورة لنريك. فهنا ذات الراء، وهذا معروف لديكم، لكن يحاول أن أذكر دائما ببعض الأشياء التي أحيانا قد يغفل عنها إخواني. بعد هذا التجوال في ما بين الروايتين من خلاف، نعود أن نقرأ الآن، نقرأ إن شاء الله تعالى الصفحة برواية حفص ثم رواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين نعم هذه صفحة برواية حفص عن عاصم ونقرأ الآن إن شاء الله تعالى برواية ورش عن نافع المدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لاحظوا قلة أدب، لاحظوا قلة أدب الكفرة مع الأنبياء وقمة الأدب في الرد عليهم من الأنبياء. إنا لنراك في سفاهة، أنت سفيه يقولون للنبي، فما حاججهم ولا قال يا قوم ليس بي سفاهة، رد الكلمة عليهم، أنا لست سفيها ولكني رسول، أنفى ما أثبتوه لهم أو ما ألصقوه به من التهمة وبين حاله معهم، ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا شأن الداعية مع السفهاء، يعني لا يبالغ في الرد عليهم وإنما يبين حقيقة أمره معهم. أسأل الله أن يبصرنا بحقائق أمورنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن. نتلقى اتصالاتكم ونصحح تلاواتكم في هذه الصفحة. أذكر من انضم معنا في هذه الساعة هذه اللحظة، نحن الآن نقرأ الصفحة 58 بعد 100 من المصحف الشريف، من الآية 58 من سورة الأعراف. معنا اتصال. السلام عليكم يا عبد المحسن. السلام. حياك الله اخي عبد المحسن، تفضل اقرا. نعم نعم ما ذهب هذا هتف ما ضد الله ابا اطف ما دون خطا ما لله اتت. جزاك الله خير يا عبد المحسن، كتبها الله كما نزلت. تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. شكر الله لك يا عبد المحسن، جزاك خيرا وأنطق الله لسانك بكتابه. شكرا يا عبد المحسن. معنا اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. معنا محمد. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي محمد، تقرأ بأي رواية؟ حفص عن عاصم، تفضل اقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. جزاك الله خيرا أخي محمد، وشكر الله لك على تلاوتك، قراءة طيبة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. معنا اتصال آخر. يعني الأخ محمد ما شاء الله الأحكام طيبة عندك، وأسأل الله أن يثيبك على هذه التلاوة المباركة. نعم، معنا يوسف من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر. نعم تفضل. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم
قطع الاتصال مع الأخ يوسف. وعلى كل حال يا شيخ يوسف شكر الله لك وجزاك خيرا وأجرت بنيتك، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على نيتك وعلى تلاوتك. الحقيقة إذا بنلاحظ هنا إني أخاف، الخلاف بين الروايتين واضح. إذا قلنا إني أخاف أصبح من قبيل المد المنفصل، يمد أربع حركات عند حفص. إني أخاف، إني هنا ما عاد في المد منفصل لأن الياء فتحت، والياء المدية هي الياء الساكنة التي قبلها كسر. إني هنا كانت ياء مدية، أما ياء مفتوحة أصبحت هنا ليس فيها مد إنما هي ياء مفتوحة وورش يفتح الياء، ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع على خلال على طبعا ترتيب في بعض المواطن. معنا اتصال من مريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ. نعم مرحبا يا بنتي. أو عجبتم أن جاءكم؟ تقرأي ورش ولا حفص؟ برواية حفص عن عاصم. حفص عن عاصم، أكملي. أو عجبتم أن جاءكم ذكر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. شكر الله لك، ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. أختك ستشارك. نعم سنأخذ أختك، لكن انتبهي للحرف المفخم يا ماريا، الحرف المفخم حتى لا نميل به إلى جهة الضم. يعني قول لا قا، نحاول أن نبقي على فتح الفم جيدا. قال الملأ، قا ما يقول قول، قو غير قا، قال الملأ. نعم ما اسم أختك؟ نعم هند. هند، يلا السلام عليكم يا هند. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا بنتي. أريد أن أقرأ عليكم سورة الحديد برواية حفص عن عاصم. تفضل اقرأ يا هند، يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيد الآية مرة ثانية هند، أعيد الآية مرة ثانية. سبح له ملك السماوات والأرض يحيي. قطع الاتصال.
على كل حال قدر الله ما شاء فعل. يعني هذه قضية انقطاع الاتصالات ليست بعيدين، لكن من حيث البداية ما شاء الله بدايتك يا هند ممتازة في القراءة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. أنا حببت أن تعيدي الآية الأولى مرة ثانية تثبت من قضية عندك، لكن ما شاء الله بشكل عام مخارج الحروف والصفات عندك وعند أختك وعند أختك حقيقة أنهما يعني بامتياز. أسأل الله أن يثيبكم ويأجركم ويثيب من علمكم. شكر الله لكم جميعا. معنا صديقة من السعودية. السلام عليكم يا صديقة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلي يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ قومي إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. جزاك الله خيرا يا صديقة، وشكر الله لك على اتصالك. طيب قراءة طيبة ما شاء الله، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. ومعنا الطيب من تونس. السلام عليكم يا شيخ طيب. السلام عليكم شيخنا العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك إن شاء الله على المائدة القرآنية إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، تفضل أكمل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني
رسول من رب العالمين. ما شاء الله شيخ. طيب شكر الله لك وجزاك الله خيرا. ونقول جزاك الله خيرا على رواية ورش. بالمناسبة إخواني خيرا وخيرا أو لنا لنا لنراك الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة عند حفص بل عند جميع القراء تفخم، إلا عند ورش إن سبقت بكسر أو ياء ساكنة فإنها ترقق غيره، بينما يقول حفص غيره. ذكر ذكر راء مرققة هنا لأن قبلها كسر. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب يبدو انقطع الاتصال مع الأخ محمد من الرياض. على كل حال عاود الاتصال مرة ثانية إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأمان. فكنت أقول عن مسألة الراء، الراء المفتوحة أو المضمومة عند جميع القراء هي راء مفخمة، ورش فقط الذي يرققها إذا سبقت بكسر أو ياء ساكنة، غيره أو ذكر. معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا يا بنتي. تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بداية الصفحة. نعم بداية الصفحة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. طيب جزاك الله خيرا يا سهام وأحسن الله إليك. انتبهي يا سهام، انتبهي للمد المشبع عند ورش. أو عجبتم أن جاءكم، كل هذه مدود مشبعة ست حركات، فلا نريد أن نقتصر على التوسط فيها. معنا إسراء من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إسراء. حياك الله شيخ. تفضل يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لاحظ الكسر المحقق، لينذركم. ما في واو. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
جزاك الله خيرا يا إسراء، وشكر الله لك على اتصالك. ومعنا عبد الرحمن أيضا من السعودية. السلام عليكم يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل اقرأ. بارك الله فيك شيخنا، حياكم الله. وبكم بارك الله، الله يحفظكم. الله يرضى عليك. شيخ وش الآية بالضبط؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. من هنا إذا عندك المصحف تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نصرف الآيات. إيه نعم 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 نقرأ. تقرأ من حفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم. أين؟ لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قطع الاتصال مع عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن على كل حال أجرت بنيتك إن شاء الله. أخونا الشيخ عبد الرحمن يقرأ من حفظه كونه يعني كفيف، ولكن أسأل الله أن يأجرك يا شيخ عبد الرحمن ويثيبك. أحيانا يقرأ من مصحف برايل في المكتوب باللغة المكفوفين، لكن على كل حال أحيانا لا يكون عنده متوفر المصحف. أجرت بنيتك يا شيخ عبد الرحمن، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك وينور بصيرتك عوضا عن البصر. معنا يوسف من الرياض. السلام عليكم يا يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. أهل. والبلد الطيب يخرج نباته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. لحظة الإخفاء. وأنصح لكم. وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. جزاك الله خير يا أخي يوسف، شكر الله لك يا شيخ يوسف وبارك فيك. ما شاء الله قراءتك طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. انتبه للأحكام النون الساكنة حتى لا تضيع منك بعض الأحكام خاصة في مسألة الإخفاء. معنا الأخ حليمة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا حليمة. تقرأين يا شيخ. بارك الله فيك يا بنت حفظك الله. تقرأين لورشة. أنا أختي هند التي تكلمت قبل. نعم. أنا أختي هند وماريا. تمام ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيكم أهل البيت، ما شاء الله تبارك الله، في تنافس بين الأخوات. نعم تفضل. على حفص أيضا كأختيك.
نعم أنا عجبتم أو عجبتم أن جاءكم. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قطع الاتصال معك كما قطع مع هند من قبلك. على كل حال أسأل الله أن يأجركم ويثيبكم. الحقيقة يعني هذا يعني بيت مبارك أن يكون التنافس بين الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في الحفظ وفي الأداء وفي القراءة وفي الاتصال. يعني هذا شيء طيب جدا ويدل على تربية مباركة إن شاء الله تعالى. وكيف لا تكون مباركة وهي مباركة وهي على كتاب الله كانت. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. ترقيق الراء عند ورش لينذر. لينذركم. أيوه. ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا. النقل هنا النقل أيضا وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قطع الاتصال. على كل حال أسأل الله لك العافية يا شيخ محمد. واضح أنه في عندك يعني شيء من القحة وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك. رجع معنا مرة ثانية شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا الحبيب. انقطع الإرسال عندي أنا. أسأل الله أن لا يقطع ما بينك وبين الخالق سبحانه وأن يديم وصلك. الله يجزاك. اللهم أمين يا رب. تفضل اقرأ. الله يبارك فيك. أنا شيخنا تعرف طريق فبرايل هي الصفحات تقل من صفحات المصحف تبع المبصرين فعلى كذا الصفحات بالتسلسل يعني لا حرج عليك. إذا الصفحة غير متوفرة عند إذا الصفحة هذه غير متوفرة عندك يا شيخ عبد الرحمن أسمعنا من أي مكان. لا لا هو المصحف متوفر لكن مثل أرقام الصفحات تختلف عن تختلف صفحات المبصرين. نعم يعني نعم بالضبط. طيب لو رحنا على أرقام الآيات لو رحنا على الآية 58 من سورة الأعراف موجود عندنا. تفضل. رقم الآية ما تختلف لكن رقم مثل الصفحة كذا. طيب خلاص اعتمد أرقام الآيات. نعم بالضبط. نقرأ يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تحقق من ضمة الباء يا عبد الرحمن والذي خبث. الآيات لقوم يشكون. تسمع عليه يا شيخ عبد الرحمن. لقد
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، شكر الله لك وتلاوتك طيبة ومباركة كعادتك دائما ما شاء الله. ويعني أنت الحقيقة يعني مهتم بمسألة الأحكام، فأسأل الله أن يأجرك ويثيبك على هذا الاهتمام. معنا بشرى أيضا من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا بشرى. أو عجبتم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. جزاك الله خيرا يا بشرى، شكر الله لك. الأخوة المخرج والأخوة اللي في الكنترول صاروا يعرفوا أنه إذا جاءني الاتصال من الجزائر أو المغرب أو هذه البلاد تكون على رواية ورش، فيضعون الرواية التي دون أن أقول لهم. على كل حال هذا يعني إنجاز كمان طيب أنه أصبحنا نفرق بين المتصلين المغاربة والمشارقة، فالمشارقة يقرؤون برواية حفص والمغاربة يقرؤون، لكن قد تختلف أحيانا القاعدة، فيأتيني مثل الأخت بشرى مثلا من الجزائر أو الأخوات اللي قرأوا قبل ذلك ويقرؤون برواية حفص، وبعض الإخوة أيضا في المشارقة من السعودية ومن المشرق العربي يريد أن يتعلموا رواية ورش فيقرؤون برواية ورش. فانتبهوا أيضا من القواعد، لذلك هذه دعوة أيضا حتى للإخوة اللي معنا هنا في الاستوديو أن نتعلم قواعد الرواية، نتعلم قواعد. إذا رأيتها وقال أو عجبتم أن، قل والله هذا الورش بدون ما يقول لك مثلا الشيخ. فعلى كل حال جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. معنا اتصال. نعم، السلام عليكم. نعم، طيب يبدو راح الاتصال من. طيب معنا عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا عبد الله، مرحبا، تفضل. أقرأ منين سورة؟ أقرأ سورة الكهف لو سمحت. نعم، أقرأ سورة الكهف لو سمحت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استعاذة أولا يا شيخ عبد الرحمن، استعاذة يا شيخ عبد الله، استعاذة. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم استمر يا شيخ عبد الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا. نعم لينذر بأسا قيما قيما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم أن لهم أجرا حسنا. طيب جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. أرجو أنك دائما لما تتصل تسمعني من الهاتف حتى ما يصير في يعني فرق ما بين الاتصالين. على كل حال شكر الله لك وشيخ عبد الله بقراءة هذه. يذكركم بقراءة سورة الكهف ونحن الليلة ليلة الخميس، لكن الليلة القادمة ليلة الجمعة إن شاء الله تعالى فهي من سنن الهدى التي جاءتنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. من أين ستقرأ؟ أول شيء بيقرأ أبني بعدين أنا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي. من وين يا شيخ؟ من البلد الطيب؟ نعم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. جزاك الله خير يا أخي الحبيب ما شاء الله تبارك الله. نعم تفضل الآن يقرأ ناصر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك يا شيخ ناصر ما شاء الله تبارك الله. ايش اسم السورة هذه اللي قرأتها يا شيخ ناصر؟ سورة الإخلاص. سورة الإخلاص ما شاء الله عليك تبارك الله. أولها البسملة إذا استعدت لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأها ما شاء الله تبارك الله. حفظك الله حفظك الله. نعم شكرا يا ناصر شكرا. معنا غصاب. السلام عليكم. انقطع الاتصال يبدو مع الأخص. معنا السلام عليكم. نعم السلام. مرحبا أخي الحبيب تفضل. أو عجبتم أن جاءكم؟ بقرأ سورة المسد. سورة المسد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جزاك الله خير يا شيخ الصاب. هذه سورة النصر لها ميزة بين السور. ما هذه السورة تعرف ما مناسبتها؟
هذه آخر سورة من أواخر السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لأجله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السورة جاءت تنعى النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهيئ نفسك للقاء الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، ويجزيكم أنتم أيضا خير ما يجزي عبدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فمعا بالكتاب نلتقي وعليه به نرتقي وعليه نلتقي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. على أمل أن ألتقيكم دائما على مائدة القرآن وعلى مأدبة الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ويحفظ بلاد المسلمين بالقرآن، ويفرج الكرب عن المكروبين بالقرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب، ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة.